للوقوف عند موجة الاعتقالات التي تنفذها الميليشيا ضد المدنيين في محافظة صلاح الدين، ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين الشيخ طامل مجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي في صلاح الدين. شيخ طامي، السلام عليكم. يعني الأخبار المتداولة عن الاعتقالات العشوائية في محافظة صلاح الدين تتواتر، لكن هنا كيف تصف لنا حملة الاعتقالات العشوائية من حيث الأعداد وأيضا من حيث طريقة الاعتقال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا شيخ. لجميع مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك سيدي الكريم. بالحقيقة أنا اتصلت بعدة عشائر في منطقة العيث في ناحية حمرين، شمال صلاح الدين. يعني إقامة أمن الحشد الفصائل الولائية، نعم، بعد تعرض المجموعة من عندهم من قبل زمر داعش الإرهابي، نعم، واغتيالهم، قامت بحملة واسعة جدا طالت تقريبا أكثر من 40 قرية في ناحية حمرين، وقاموا باعتقال جميع الشيوخ والوجهاء والكبار السن والشباب من عمر 14 سنة إلى عمر 70 أو 80 سنة. يعني شكو واحد موجود بهذه القرى قاموا باعتقاله والتحقيق معه لمدة يومين، فقاموا بالإفراج عنهم على شكل وجبات حسب المعلومات اللي وصلت عندي. يعني كل جميع رجال هذه القرى تم اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل أمن الحشد، نعم، والفصائل الولائية اللي فصائل بدر اللي ماسك تلك المنطقة اللي هو لواء 22، نعم، في ناحية حمرين. طيب، قاموا باعتقال هذه الشباب والتحقيق معهم، وتم بعد الضغوط الإعلامية ومناشدة بعض وجهاء وشيوخ عشائر صلاح الدين ونواب صلاح الدين والمسؤولين، تم الضغط عليهم فتم الإفراج عن جميع نعم، الأشخاص اللي تم اعتقالهم من قبل مسؤول أمن الحشد اللي هو أبو جعفر في لواء 22، باستثناء شخص واحد بقى معتقل عندهم على قضية عشائرية. هناك دعوة قضائية موجودة عندهم، طيب، وتم حجز هذا الشخص لتحويله إلى القضاء. شيخ طامي، يعني كما تفضلت الاعتقالات طالت 40 قرية في ناحية حمرين، اعتقلوا جميع الشيوخ والوجهاء وكبار السن، واعتقلوا أيضا من عمر 14 سنة إلى 80 سنة، لكن هذه الاعتقالات التي طالت الأبرياء هل لها سند قانوني برأيكم شيخ طامي؟ أستاذ العزيز، هو معروف بالعراق بالنسبة للفصائل المسلحة الولائية اللي تابعة لإيران، هي ما عدا سند، أي سند قانوني، تعتقل حتى عدا استعداد تعتقل المحافظ، تعتقل القاضي، تعتقل عضو البرلمان، تعتقل الشيخ، تعتقل الضابط، تعتقل، لأن أصلا في محافظاتنا كلية المنكوبة، إحنا ما عدنا قانون نمشي به، قانون اسمه قانون الدولة، وإنما عدنا قانون الفصائل الولائية اللي تابعة لإيران. طيب، يعني نقطة رأس سطر، كل جميع الأشخاص اللي ساكنين بهاي المحافظات يعرفون هذا الموضوع، حتى الدولة بما فيهم رئيس وزراء، رئيس جمهورية، رئيس برلمان، أعضاء برلمان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جميع هذه الرموز اللي بالدولة موجودة هي تعرف الفصائل الولائية هذه، هي لديها قانون وهي اللي تمثل الدولة وتمثل القانون، لكن قانون خاص بها. ما عدا سند قانوني انا كقاضي مثلا اصدر لك مذكره القاء قبض على شخص حتى انت تمشي به، لا، هم فوق القانون. لكن اليس من المفترض ان الحشد مؤسسه تابعه لرئيس الوزراء وبالتالي يجب ان تأتمر باوامره؟ يعني اين تقف الحكومه في بغداد من هذه الانتهاكات شيخ طامي؟ استاذ العزيز، بالنسبه هذا الحكي والكلام نقوله انا وانت، نعم، يقول القانون الحشد مؤسسة حكومية أو أمنية تابعة لرئيس الوزراء أو تابعة للرئيس الحشد وكذا. أنا أتحدى رئيس الوزراء من خلال المنبر مالتك، أتحدى الكاظمي إذا يقدر ينقل لي عنصر من هاي الحشد
اللي يسموه الحشد، الفصائل الولائية من نقطة إلى نقطة، أو يعرفون في كل مناطقنا محافظاتنا المنكوبة. ما يعني أنا كشيخ عشيرة ما أعرف هذا المسؤول شو اسمه، كلهم عندهم أسماء وهمية مو حقيقية. فشون أنا بالنسبة لي إذا باكر هذولا بالنسبة اعتقلني وغيبني ورادوا أهلي يشتكون عليه، ما يعرفون اسمه حتى يشتكون عليه. شيخ طامي هذه الاعتقالات، نعم، لو أبو جعفر، لو أبو زهراء، لو أبو علي، لو أبو مقتدى، لو أبو فلان، أسماء وهمية. يعني المشكلة أنت ما تعرف شو اسمه، يعني متمرسين، يعني متمرسين على هاي إجادة هذا الموضوع بالأسماء الوهمية مالتهم، ما ينطق اسمهم الحقيقي. شيخ طامي الاعتقالات العشوائية هل يمكن تصنيفها تحت بند انتقام الميليشيات من محافظات أو مدن بعينها؟ هل تعتقد أنه انتقام؟ أستاذ العزيز بالنسبة للفصائل اللي اجت، ما اجت حبا بي ولا اجت حبا بتحرير محافظاتي ولا أبد، فهم مو صاحبين فضل عليه حتى يحرروا المناطق. نعم. أكثر المناطق اللي استباحت من قبل داعش الإرهابي ومساعدة الدولة معروفة، هي يعني مو شيء جديد بالنسبة للدولة، هي اللي انطت أوامر للجيش وسحبته وسحبت الأجهزة الأمنية وسقطت هاي المحافظات لهدف سياسي. كان الرئيس الوزراء الأسبق كان عنده هدف سياسي وسحب القوات الأمنية وسقط محافظات كاملة، ومن أجل الحشد وهاي الفصائل الولاية للانتقام مو للتحرير. نعم. لأن شلون للانتقام؟ لأن أنا محافظة صلاح الدين بها أكثر من 15,000 مقيم بالإحصائية الأخيرة، بل 15,000 مقيم. هذا جاي يحررني، لو جاي يعدمني، لو جاي يقتلني، لو جاي يقتلني، لو جاي يدمر بلدي كل ناحية. أنا سألت على هاي المناطق، هاي المناطق القرى والأرياف بها أكثر من 50 مقيم من 2014 لحد الآن، ما حد يندلهم، ما حد يندل مصيرهم وين. نعم. زين. وبالنسبة للي انحرفوا ويا جماعة داعش الإرهابي وكذا في مناطقنا معروفين. نعم. يعني أنا مثلا أحكيك، أنا ابن منطقة الإسحاقي. نعم. في كل منطقة الإسحاقي معروفين اللي انحرفوا وراحوا ويا داعش، الأجهزة الأمنية تعرفهم، شيوخ العشائر يعرفهم، حتى المواطن البسيط يعرفهم. فأنت من تتعرض إلى هجوم وينكتل من عندك واحد، أنت ما مجبور تجي تعتقل ناس مدنيين أبرياء هم أبرياء. في حمايتك. نعم. المفروض إذا أنت تمثل الدولة وأنت أجهزة أمنية، أنا مطلوب حمايتي من عندك توفر لي حماية، مو تجي تعتقلني. نعم شيخ. مو تجي تعتقلني وتهيني وتغيبني وتغيب أهلي وتغيب ناسي. الشيخ. إذا أنت صحيح تمثل الدولة، بس أنت أصلاً ما تمثل الدولة العراقية، أنت تمثل الدولة الإيرانية. الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، شكرا جزيلا لكم.